واش عباد الله الناس صوبوا هذا وانت غير الخدمه ما بغيتيش تخدميها. السلام عليكم. كنا كنعرفوا ان الشخصيات المشهوره بحال لي سوبر هيرو عندهم النقيض ديالهم، فمثلا كاين باتمان وكاين جوكر، كاين توم وكاين جيري، وكاين الكابتن ماجد وكاين بسام، وكاين رونالدو وكاين ميسي. ولكن حنا في المغرب عندنا واحد جوج شخصيات ما دايرينش، شباط وبن كيران. هاد جوج اللي كيفكروا لي في واحد جوج شخصيات اللي كانوا عزيزه علينا بزاف بزاف، وهما الشخصيات ديال واللي غريب ان هاد جوج ديال الشخصيات كيتشابوا في كل شيء، كيتشابوا في السميه، كيتشابوا في الشكل، واللي غريب اكثر انهم كيتشابوا حتى في المخططات ديالهم. برين، ماذا سنفعل الليله؟ سنفعل ما نفعله كل ليله يا بنكي، نحاول السيطره على العالم. لانه الان يتعامل عن طريق شبكه دوليه سيقودها الرئيس المخلوع مرسي، رئيس الحكومة اللي جايب 300 مسمار تركي يبيع للمغرب. من منتظم دولي الآن أو تنظيم دولي اللي يمكن لي يقول على أنه لو مخطط دولي للإطاحة بكل المؤسسات والاستيلاء على الحكم والحلم التركي باسترجاع الإمبراطورية العثمانية الكبيرة. بن كيران هو ذاك رومبو اللي كان كيقضي على قشله غير بوحدو. ولكن اللي غريب في هذه القضيه هو انه لاول مره جوج سياسيين مغاربه كيتعايروا كيتسابوا علانيه بحال ماليات الرزمه. المشكله ان الشباط مثلا غير كيجبدوه ولا كيسولوه كتلقى كلمه وحده اللي في فمو. عبد الاله بن كيران ما فهمتش حميد شباط هذاك عفريت. هاد السيد والله الواقع كيبات يحلم ببن كيران وباز والله. المشكله ان السيد ولا حاسدو حتى في عيشته. لبستي الكرافات الله يسهل عليك، ركبتي في المرسيدس كبيره وطويله الله يكمل عليك بخير، جالس في الفيلا في حي الاميرات في حي الرياض منور بخير الله يكمل بخير، ما بقيتي تشرب الماء بالروبيني وبقيتي تشرب الماء غير الماء الممتاز الله يعاونك، ونقصتو من اللحيه الله يعاونكم. المغاربه صاحبي ما كيبغيوش الخير لبعضياتهم وحتى البوسان حسدوا عليه. سي عبد الاله بن كيران اللي تيدعي الاسلام تبعتوا واحد الفيديو وهو يقبل زوجة السفير الامريكي يعنقها من جهه، واش هذا هو المسلم؟ واش راشتوه في لي فيديو كاملين ولما دار جوج ديال القبولات قال لها زيد جوج اخرين، هذا هو عبد الاله بن كيران. المشكله كون بقى الموضوع غير في هذه الهضره راه لاباس، والموضوع كبر ولا اكثر من هكا الى درجه ان شباط ولا في باله اي حاجه وقعت السبب ديالها شكون. ولما قرر اردوغان زياره عبد الاله بن كيران شعلت النار الان في تركيا ولا زالت مستمره. سي عبد الاله بن كيران كان سيتوجه الى تشيك، وقعت الفيضانات ولم يصل الى تشيك. قال علماء فيزياء ان سبب غرق السفينه تايتانيك الذي وقع منذ نحو 100 عام يرجع الى سي عبد الاله بن كيران. بيان مجلس الوزراء بيتكلم عن 19 حالة وفاة، على اي حال السبب هو عبد الاله بن كريم. مين اللي اغتال عمر سليمان؟ عبد الاله بن كريم. من الذي اغلق قناة الناس؟ عبد الاله بن كريم. مين السماء في الحوض؟ عبد الاله بن كريم. بيني وبينكم بن كيران واخا كيتقلق شي شوية شتم كالمي لو جو، ولكن شباط والو ما معطقش جلطيطة. صحنا قال ضحكتوا فينا العالم. نعم ضحك فينا العالم سي عبد الاله بن كيران، ولكن هذا السيد ملي جا هو كيدير المشاكل، اش غنقولوا ليه؟ الله يهديه، راه كيدير المشاكل غير لراسو، تيشوه راسو وتيشوه الحزب ديالو وتيشوه البلاد ديالو. العالم يضحك علينا. وتواضع يا خونا، الناس راه ما عادش فين وصلوا، ولاو كي رايحوا في المريخ، ما رايحين شادين السون كشيشو، وانتم باقيين ما عادش طالعين بيناتكم. والله الا التصديه ديال الضحك مع هاد الثنائي، الثنائي لهنا واتساب، هادشي راه ما بقاش غير كينغو فايتر. هضروا وصلوا شي صراعات، ما دايراش. انا في نظري هاد الهضره كلها ديال السي شباط عندها جوج ديال التفسيرات، يا اما ان المرحوم داز من عندنا وخلى الزريعه ديالو، يا اما ان السي شباط
هادشي علاش دار مؤخرا شي تصريحات شويه بشكل. نرحب بهم من اجل ان ندافع الى جانبهم من اجل ان تستمر زراعه الكيك بهذه المنطقه. اترى شي شباط الله يكثر من مثالك. الرجوله موت والدراري وعتقوا عتقوا سمعتوا هاد الخبار قضيه ولات حلال. انا صراحه حاجه وحده اللي بغيت نعرف هاد الفيلم كله باش غادي يسالي خصوصا ان شي ابطال جداد بداو كيبانوا في الفيلم. انا صراحه كيبان لي غيديروا بحال داك الشكل ديال الفيلم ديال كشكوش وطاي اكيد تفرجتوا فيه. الفيلم كله كان كاجور وشاروخان كيتضاربوا وكيتقاتلوا وكيتعايروا وكيتسابوا وفي الاخر ديال الفيلم شنو وقع؟ شاروخان وكاجور ولاو كيبغيو بعضياتهم. جينا سوتا ہے کیا کروں ہائے کچھ کچھ ہوتا ہے کیا کروں ہائے کچھ کچھ ہوتا ہے بيني وبينكم من هادشي كله شكون اللي كيبقى فيا هو الشعب مسكين بزاف متبعينه ومتبعين الاحداث ديالو وما عارفين اصلا شنو واقع. والله العلي العظيم السياسه عندنا ولات بحال المهزله. انا براسي كنحشم وكنستحيا فاش كنسمع شي تصريحات. للتاريخ وبكل امانه نهايه مرسي هي نهايه بالكيران. وقاب التصبيح وتيبقى يسبح سيقول سيقول في داك التصبيح يلا سيقول واش فهمتوني ولا لا فهمتوني ولا لا فهمتوني ولا لا فهمتوني الصباح التي تقول شباط ينصح بالكرانة بزيارة بويا عمر. قالوا العفاريس قلنا نسير بويا عمر زورة عفاريس هاس بالكرانة عايز ارجع هاد الناس وعلام والله ديالنا الحلقه ديالنا سالات. ما تنساوش انكم تلقوا بالموقع ديالنا h24info.com وباش تتبعوا الفيديوهات ديالنا ما تنساوش ديروا واحد سبسكرايب للقناه وما تبخلوش علينا بشي بارطاج. تلقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه.